مولود سنة 49، العمر حاليا 70 سنة، مولود في منطقة الجنوبية للأوراس، ولاية خنشلة حاليا، في منطقة تسمى عالي الناس. أنا زدت في بيئة تاع مثقفين، الوالد كان فقيه، وكان مثقف في المنطقة، أخوالي أيضا مثقفين وفقهاء. يعني أنا تأثرت بالبيئة الثقافية اللي يعني اللي عشت فيها. تأثرت بالبيئة الثقافية هذيك، بالمكتبة نتاع الوالد، وقريت الكتب التاريخية، وعلمت بأن منطقة الأوراس منطقة أمازيغية ولها تاريخ عظيم، تاريخ حافل. ولكن لاحظت بأن هناك نقص كبير في الكتابة والتدوين، ولذلك فكرت، قلت وعلاش أنا ما نحاولش، يعني نحاول نجمع التاريخ تاع الأوراس، اللغة تاع الأوراس، اللغة الأمازيغية تاع الأوراس، العادات والتقاليد والموسيقى والحكم والأمثال وكل ما يتعلق بالأدب الشفوي، ندونه في كتب. أول ما يعني خطر ببالي من الكتب هو هذا الكتاب، عيسى الجرموني رائد الأغنية الأوراسية. فساهمت في يعني ما يسمى آنذاك سنة 2001، ما يسمى بسنة الجزائر بفرنسا، فقدمت هذا الكتاب أموال شويس فرانسيس عربس ديكسيونير شوي فرنسي عرب سينفوسين سيس مازغادو مابال كونت دو بربري دي موند. هذا هو الأول من نوعه، أيضا جمعت فيه حوالي 50 قصة أوراسية قديمة. في نفس السنة، سنة الجزائر في فرنسا، أصدر لي ثاني أول كتاب من نوعه بعنوان إنزان تيمس عراق بروفيرب إدفينات شوي. الكتاب الأول اللي سيصدر إن شاء الله قريبا، روائع الأدب الأوراسي، وبالفرنسوية شيف دوفر دو لا كولتور أوراسيان أو شيف دوفر دو لا ليتيراتور أوراسيان. يبقى المشروع الثاني هو أنني راح نعيد الطبعة الثانية نتاع هذا الكتاب، أموال ستشاويث ففرانسيس تهرابس ديكسيونير شوي فرنسي عرب، لأن هذا الكتاب كان في حوالي 4000 كلمة. الطبعة الثانية طورته ونقحت الكتاب وزدت فيه، وصلته إلى حوالي 7000 كلمة.